طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، الإفراج عن معتقل يمني ظل في سجون العراق 12 عاما. ومن موقع المشاهد نت، حزب منافس مهدد بالزوال. ومن موقع العربي الجديد، انتشار عدد من الأمراض والأوبئة في سجون مديريات أمانة العاصمة. أهلا بكم. لم تتمكن ميليشيا الحوثي من الوصول إلى مأرب، ومنذ سنوات فشلت في إحراز أي تقدم، مما جعلها تكثف من هجماتها من وقت لآخر. وعنون موقع الصحوانت، 3 أشخاص بينهم طفل أصيبوا بمقذوفات صاروخية حوثية استهدفت مدينة مأرب. وأفاد مصدر محلي أن صاروخي كاتيوشيا سقطا وسط الأحياء السكنية بمنطقة الروضة بمدينة مأرب، فيما سقطت باقي الصواريخ في مناطق غير مأهولة خارج المدينة. أوضح المصدر أن الصواريخ أدت إلى إصابة 3 أشخاص من المارة، أحدهم طفل في 10 من عمره، كما خلفت أضرارا مادية متوسطة في المنازل بحي الروضة المكتظ بالسكان والنازحين في مدينة مأرب. ويتابع الموقع، تواصل الميليشيات الحوثية استهداف المناطق السكنية والمأهولة بالسكان في مدينة مأرب بإطلاق المقذوفات والصواريخ من مناطق سيطرتها في جبل هيلان وصرواح غرب محافظة مأرب. أفرجت الحكومة العراقية عن المعتقل اليمني محمد ناجي الزبيري بعد أن ظل في السجن أكثر من 12 عاما. وعنون موقع عدن الغد، الإفراج عن معتقل يمني ظل في سجون العراق 12 عاما. وقال الموقع أن محمد ناجي الزبيري تعرض لعملية الاعتقال في عام 2006 أثناء وصوله معبر الوليد الحدودي الواقع في الحدود السورية العراقية، وتم إحالته إلى المحكمة الجنائية المركزية بالكرخ، وصدر بحقه حكم قضائي بالسجن مدة 15 عاما. وقد عبر أهالي المفرج عنها الزبيري عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الخارجية ممثلة بالسفير أحمد عبد الله ناجي ولسفارة بلادنا في بغداد، والذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن ابنهم. من جهته، أوضح المحامي حميد الحجيلي المتابع لملف المعتقلين اليمنيين بالعراق أن المعتقل محمد الزبيري سافر إلى العراق الشقيق وجرى اعتقاله بتهمة تجاوز الحدود العراقية بصفة غير رسمية. وهذه التهمة كيدية ولا أساس لها من الصحة، فقد قامت السلطات العراقية باعتقاله ومصادرة جواز سفره مباشرة أثناء وصوله معبر الوليد الحدودي قادم من سوريا بصورة رسمية. وأكد الحجيلي أن المواطن الزبيري هو واحد من آلاف المظلومين الذين كانوا ضحايا الاعتقالات التعسفية على يد القوات الأمريكية التي كانت ترتكب أخطاء بالجملة. دروس عربية عسى أن يستفيد منها السودان أيضا. تحت هذا العنوان كتب عزمي بشارة مقاله في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال. يلوح قادة عرب لشعوبهم بفشل تجارب عربية في تغيير الأنظمة ضمن تكرار المعادلة الصفرية، إما أنا أو الفوضى، لدفع الشعوب إلى التسليم بالأمر الواقع بتسخير خطاب ديماغوجي يخلط بين الأسباب والنتائج ويفتقر إلى الحد الأدنى من العقلانية. في هذا الخطاب يصور فشل الأنظمة في تلبية تطلعات شعوبها وحشرها مواطنيها عن سبق الإصرار والترصد بين خيارين: الاستكانة أو التوحش، وغرور الحكام الذين يساوون أنفسهم بالدولة محولين التاريخ بل الأبدية إلى مجرد نادل يقدم لهم الخدمات للبقاء على الكرسي حتى لو بات عائما على بحر من الدماء. يصور هذا كله وكأنه فشل الشعوب والمجتمعات. يدعو خطاب أنظمة شاخت ألف عام في زمن الثورات العربية وتلعب حاليا في الزمن الضائع ليس فقط إلى تحمل حراك الشعوب إثم الأنظمة، بل حتى إلى لوم التجرؤ على الأمل وعد الأمل نفسه خطيئة، ويحث الناس على وأد كل فضيلة فيهم. لقد ارتكبت الأنظمة الكبائر في تصديها الدموي لمسار التاريخ، ولكن حركة القوى الاجتماعية والسياسية
المتطلعة إلى تغيير الأنظمة القائمة عانت من نقص الخبرة والانجرار إلى المزايدات، ووقعت في أخطاء كارثية ورهانات غير مأمونة في مرحلة الثورات. وهدف استخلاص العبر هو عقلنة أي حراك قادم من أجل التغيير، فيما يتجاوز التنوع الفكري والسياسي واختلاف المواقع الاجتماعية للفاعلين السياسيين في السودان من واجب جميع المعنيين بالتغيير من بينهم، سواء أكانوا في المعارضة أو حتى ضمن النخب الحاكمة، الاستفادة من تجارب الثورات العربية ومآلاتها وتجربة الانتقال الديمقراطي القصيرة والمحدودة التي أفشلت في مصر بفعل عوامل داخلية وتدخل دول إقليمية، وتجربة الانتقال الديمقراطي التي ما زالت قيد الترسيخ في تونس. تتفنن جماعة الحوثي في سرقة المساعدات الغذائية يوما بعد آخر، وعبر قيادات تنتمي إليها تلقت مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وفقا لموقع يمن مونيتور في تقرير بعنوان عودة عمل برنامج الأغذية العالمي، الغذاء المسروق يذهب لمشايخ الحوثيين. وقالت مصادر من الحوثيين وبرنامج الغذاء العالمي والمشايخ ليمن مونيتور إن برنامج الأغذية العالمي اعتمد على الحوثيين من أجل تقديم كشوفات المحتاجين، وتسلم المشايخ الذين نصبتهم جماعة الحوثي المعونات، وتقوم الجماعة بتحويل سلال غذائية لمقاتليها في الجبهات ولأنصارها، فيما يقوم قيادات ببيع الكثير منها في السوق السوداء ما يزيد من ثروتهم. وخلال الأيام الماضية وصل شيوخ القبائل لاستلام حصصهم من الأغذية، وقال مصدر مسؤول في البرنامج الأممي إنهم لا يتأكدون من وصولها إلى المحتاجين وإن كانت الأسماء الموجودة وهمية أو غير وهمية. وقال موفد يمن مونيتور إن مشايخ موالين للجماعة حضروا لاستلام السلال الغذائية، وأن حصة الشيخ الواحد تصل إلى 1000 سلة غذائية. وأضاف مسؤولون عن التوزيع أن الكشوفات المعلقة على حائط أحد مراكز التسليم هي 7 فقط من أصل 100 كشف به أسماء من يستلمون الإغاثة. وقال صالح طاهر أحد المستفيدين من السلال الغذائية للموقع: هذه سرقة واضحة للمساعدات، يتم صرف المساعدات عبر كشوف غير معلقة خوفا من انكشاف أمرهم، وتذهب هذه إلى مخازن لصالح شخص واحد، شيخ من المشايخ الذي يدين بالولاء لجماعة الحوثي. حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يعرفه اليمنيون كحزب السلطة يتفكك منذ مدة، ومع مرور الوقت يفقد المزيد من قدراته، وعنوان موقع المشاهد نت في تقرير خاص: مؤتمر صالح حزب مهدد بالزوال. وقال الموقع: حزب المؤتمر الشعبي العام واحد من الأحزاب التي تعيش حالة من التنافس، لكن الحزب تعرض للشتات والتمزيق بعد مقتل رئيسه علي عبد الله صالح. حالة الانقسام تلك بين قياداته وقواعده هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه في عام 1982، إذ تجاذبته 3 أجنحة. الأول جناح مؤتمر صنعاء المتحالف مع جماعة الحوثي، والثاني مشتت بين زعامات تقيم بالقاهرة وأبوظبي، والثالث الجناح الموالي للرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو المعادل عمليا لجناح صنعاء. ويقول قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام يعيش خارج اليمن: لن يتلملم الحزب، المؤتمر الذي أسسه صالح مات، ومؤتمر الحاجة التاريخية الراهنة لم يخلق بعد، نحن أقرب من الاعتراف بالحقيقة الأولى، وحتما ستقودنا إلى المهمة الثانية، الموت السياسي لا يرى، ويقول هنا الموت السياسي لا يرى بالعين، وكثير من الموتى لا يشعرون. ويضيف: نحن منهمكون في عملية معقدة تجمع بين دفن الموتى تكريما ودفع التخلق الثاني لعتبة وتجربة المؤتمر الشعبي العام الضرورة السياسية للحزب والسلم. وينظر إلى حزب المؤتمر الشعبي العام بوصفه تيارا سياسيا ليبراليا، لكن دوره في تغليب جماعة الحوثيين خلال اجتياح العاصمة صنعاء عام 2014 كشف أنه لا يزال رهينة قبضة النزاعات المذهبية والقبلية التي تعادي الدولة المدنية.
اشتعلت في مثل هذه الأيام قبل 8 سنوات شرارة ثورات الربيع العربي، وخرجت جموع شعبية بشكل متتال في شوارع 5 دول عربية وميادينها. هكذا بدأ عادل سليمان مقاله في العربي الجديد مضيفا: شهدت حركة الجماهير الشعبية في البداية زخما هائلا، وارتفعت طموحات الناس إلى عنان السماء، وبدأ الأمر وكأن الشعوب الثائرة قد وصلت إلى ذروة الانتصار، وأن العالم في طريقه إلى التغيير الحقيقي في حالة نجاح ثورات الربيع العربي، خصوصا بعد الإشارات التي صدرت عن الدول الكبرى مبدية دهشتها مما يجري وإعجابها بالشعوب الثائرة، وخصوصا الروح الشبابية التي سادت الشوارع والميادين. فما الذي جرى بالضبط لتلك الموجة الثورية العارمة التي سادت قلب العالم العربي وضربت أعتى النظم التي كانت ترفع الشعارات القومية وتستمد شرعيتها المزعومة من انقلابات ثورية أو ثورات انقلابية قامت بها نخب عسكرية تحت مسميات عديدة مثل الحركة المباركة أو الحركة التصحيحية أو حركة الإنقاذ، وكلها أعلنت في البداية أنها تهدف إلى الاستقلال والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ثم تحولت إلى نظم حكم شمولية وسلطوية وتطورت إلى جمهوريات وراثية، وهو ما حدث بالفعل في سوريا، حيث ورث بشار الحكم عن أبيه حافظ الأسد، وكاد أن يحدث في كل من مصر بالنسبة لمبارك وولده جمال، وفي ليبيا القذافي وولده سيف الإسلام، وفي اليمن علي عبد الله صالح وولده أحمد، وفي تونس كان الأمر بصدد تهيئته لزوجة بن علي لولا انطلاق ثورات الربيع العربي. أحدثت ثورة الشعوب في بداية الأمر صدمة عنيفة ومفاجئة زلزلت تلك النظم الراسخة على مدى أكثر من 3 و4 عقود، وتباينت نتيجة تلك الصدمة من بلد إلى آخر. سيأتي يوم حتما تعود فيه الشعوب إلى ثوراتها، ليس فقط لتقتلع كل العروش، إنما وهو الأهم لتسقط كل النظم السلطوية. أفادت مصادر طبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما قالت صحيفة العرب الجديد، بانتشار عدد من الأمراض والأوبئة في سجون مديريات أمانة العاصمة. وقال مصدر في فريق الاستجابة الطارئة التابع لمكتب الصحة أن عددا من النزلاء أصيبوا بالتهابات في الجهاز التنفسي والكوليرا والحساسية والجرب نتيجة الإهمال الطبي. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه للعرب الجديد أن السجون تعاني من انتشار الحشرات والبراغيث وعدم نظافة الأثاث، وهو ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة. ولفت إلى أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد النظافة والتعقيم بشكل عاجل للحد من انتشار الأمراض والتخفيف من معاناة السجناء. وبحسب تقرير صادر عن إدارة الترصد الوبائي في وزارة الصحة، فإن فرق الاستجابة الطارئة نفذت نزولا ميدانيا إلى عدد من السجون في المديريات 10 التابعة لأمانة العاصمة لتفقد أوضاع السجناء والخدمات الطبية التي تقدم لهم من قبل إدارة السجون. وأوضح التقرير الذي اطلع عليه العربي الجديد أن نزلاء السجون أو نزلاء سجون الحربي والمعلمي والثورة وعلاية والحتارش البالغ عددهم أكثر من 960 سجينا يعانون من عدة أمراض ويحتاجون إلى رعاية صحية وتوفير الأدوية للعيادات الطبية في السجون. الديمقراطية بين التراجع واستعادة المبادرة، تحت هذا العنوان كتب شفيق الغبراء مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا: لقد تراجعت الديمقراطية في دول كثيرة في العالم، وذلك بفضل عودة التسلطية والديكتاتورية بالإضافة لصعود الصين وروسيا، لكن الفكرة الديمقراطية ليست قائمة على فرضية التقدم والانحسار الديمقراطي بقدر ارتباطها بتحولات أعمق تسبر غور النفس البشرية. فلولا بحث الإنسان الدائم عن الكرامة والعدالة والمساواة وكذلك الحرية والمشاركة ومحاسبة قادته ونقدهم لما تطورت الديمقراطية بالأساس. لقد كان نشوء الديمقراطية في البداية فعلاً إبداعياً في مواجهة الاستبداد والتسلط، ولا زال هذا الخيال قائماً بين شعوب العالم لأنه مرتبط باحتياجات أساسية للإنسان. لهذا يخطئ من يعتقد من النخب المسيطرة خاصة في العالم العربي أن الفكرة الديمقراطية في طريقها للانهيار،
بل في أفق الزمن القادم هي في طريقها لتجميع قوتها ولبناء موجة جديدة ستشمل مجتمعات ودولا شتى. ليست هذه هي المرة الأولى التي تبدو الديمقراطية وكأنها في طريقها للانكماش والانهيار، فبعد الحرب العالمية الأولى ساد الاقتناع بنهاية الديمقراطية التي كانت قد شملت بضع دول في العالم الغربي. ففي البداية تحولت روسيا للاتحاد السوفيتي الشيوعي، فالشيوعية السوفيتية كانت بطبيعتها صاحبة رسالة عالمية معادية للديمقراطية، لكن مع صعود النازية والفاشية في أعقاب الحرب العالمية الأولى بدا وكأن عصر الديمقراطية قد انتهى لصالح ديكتاتوريات جديدة في ألمانيا وإيطاليا. لكن انتصار الديمقراطية في الحرب العالمية الثانية واجه تحديات كبرى من خلال انتشار الشيوعية بنفس الوقت، وهذا جوهر الحرب الباردة. لقد نافست الشيوعية النظام الديمقراطي الرأسمالي وهددته في أسس بنيانه الفكري وأوشكت على إسقاطه في مواقع كثيرة في العالم. مدرس في ألمانيا معاد للاجئين ولسياسة بلاده في الترحيب بهم، تم فصله من عمله وعنون موقع دوتشي فيلي في أخباره المنوعة. محكمة العمل ببرلين تؤكد فصل مدرس لنشاطه ضد سياسة اللجوء، وقال الموقع تحريضه ضد الدولة بسبب موجة اللاجئين أدى إلى فصله من العمل، فقدم طعنا إلى محكمة العمل ببرلين والتي أكدت قانونية فصل المعلم المعروف على موقع يوتيوب بمدرس الشعب، وكان يدعي أن اللاجئين يغزون أوروبا. ورفضت محكمة العمل في برلين زعم مدرس أقيل بسبب أنشطته غير المدرسية وتحديدا نشر مقاطع فيديو على الأنترنت تنتقد وصول مئات الآلاف من المهاجرين وغزو أجنبي لأوروبا، ورفع المدرس دعوى قضائية مطالبا بإعادته للعمل، إلا أن محكمة برلين أيدت قرار مسؤول الإدارة التعليمية بإقالته من العمل. ووجد القاضي اليوم الأربعاء أن الرجل غير مناسب تماما للعمل في المدارس، حيث كان يستخدم مقاطع الفيديو لشن هجوم مباشر على الدولة وانتقادها. ونشر المدرس الابتدائي الذي يصف نفسه بأنه مدرس الشعب مقاطع فيديو تنتقد سياسة اللاجئين التي تنتهجها الحكومة الألمانية ووصول المهاجرين إلى الدول الأوروبية. لكل من يعانون من مشكلة إيجاد الحذاء المناسب والمريح، شركة نايكي الأمريكية وجدت الحل، لكنه في الوقت الحالي مكلف بعض الشيء، كما ورد في موقع شبكة البي بي سي، وذلك بإطلاق حذاء ذكي جديد يمكنه تعديل نفسه ذاتيا بالتضييق أو الاتساع ليناسب حجم القدم، ويمكن التحكم فيه باستخدام الهواتف الذكية. ويعد هذا الحذاء أحدث نسخة من أحذية المستقبل، وظهرت فكرته لأول مرة في الجزء الثاني من فيلم العودة إلى المستقبل إنتاج 1989، وتكفلت نايكي بجعله واقعا وأعلنت عنه في عام 2016. الشركة أطلقت على النسخة الجديدة نايكي أدابت وتباع بحوالي $350، ولن تتطلب زرا لتنشيط الأربطة، ويمكن لمستخدمي الحذاء تعديل وضعه على القدم والتحكم فيه من خلال تطبيق هاتف ذكي يقدم تفصيلات مناسبة، ويمكنهم إدخال إعدادات خاصة ومتنوعة تناسب كل وقت. ومن المتوقع طرح الحذاء الجديد للبيع في الأسواق في فبراير المقبل. من صحيفة التيلي تيليغراف صور لأبرز أحداث هذا الأسبوع نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور.
ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.